السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ والنهارده ميعادنا مع المستوى الأول رياض الأطفال نافذة لغة عربية الفصل الدراسي الثاني، ويلا بينا أول حاجة نبدأ مع بعض مع قطار الحروف الإيه؟ العربية العربية، ويلا بينا مع بعض نقرأ الحروف الجميلة بتاعتنا. ألف باء تاء س جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. طيب النهارده يا اصدقائي هنختار مع بعض حرف جميل، وهو حرف الايه؟ حرف العين. النهارده هنختار مع بعض حرف العين، ويلا بينا يا اصدقائي نشوف مع بعض قصه جميله لحرف العين. يلا بينا. كان عندي ايه الفاكهه الجميله دي؟ انا بحبها قوي. عنب. عنب. وكمان الصوره الجميله دي؟ عسل. العسل طعمه لذيذ وجميل يا اصدقائي. وكمان الصوره دي صوره ايه؟ عصير. يعني عنب وعسل عصير، دول أصدقاء حرف الإيه؟ العين. العين. طيب يا أصدقائي أنا بكتب حرف العين بلتزم بالطريقة اللي أنت شايفها قدامك ده، والحرف ده اسمه حرف الإيه؟ حرف العين. حرف العين. يلا بينا يا أصدقائي نشوف أشكال حرف العين. هي عين أول الكلمة، هتمد إيديها؟ هتمد إيديها للحرف اللي بعده. الصورة دي صورة إيه؟ عنب. صورة عنب. طيب وكمان صورة إيه؟ عسل. يبقى عين أول الكلمة عنب، وإيه كمان؟ عسل. عسل. طيب يا أصدقائي صورة العين وسط الكلمة، هتمسك إيد اللي قبلها وإيد اللي بعدها، بس لازم أكتبها إيه؟ مقفولة. زي الصورة الجميلة دي صورة شعر. صورة شعر. طب حرف العين لو وقف قبله حرف من الحروف النافرة، يعني ألف أو دال أو زال أو راء أو زاي أو واو، الصورة دي صورة إيه؟ ساعة. صورة ساعة. طب حرف العين آخر الكلمة، هيمسك إيد اللي قبله بس مش هيمسك إيد اللي بعده، زي صورة ضبع. وحرف العين آخر الكلمة لو قبله حرف من الحروف النافرة، زي صورة شموخ. برافو عليكم يا أصدقائي، ويلا بينا نشوف الحركات القصيرة لحرف العين. حرف العين هيروح فصل الإيه؟ الصيف. هياخد معاه الفتحة، هيبقى صوته عين. طيب زي الصورة دي صورة عسل. صورة عسل. وصورة ايه كمان؟ عصير. صورة عسل وصورة عصير. وكمان الصورة علم. طب ده علم ايه ده يا ترى؟ مصر. علم مصر. طيب يلا بينا، حرف العين هيروح فصل الايه؟ الشتاء. هياخد معاه الكسرة، هيبقى صوته عين. طيب الصورة الجميلة دي صورة عنب. برافو عليكي، احسنتي. طب حرف العين هيروح فصل الايه؟ الخريف. هياخد معاه الضمة، هيبقى صوته عود. طيب زي صورة ايه؟ عصفور. وكمان صورة عش. برافو عليكي شطورة. طب يلا بينا نشوف حرف العين هيروح فصل الايه؟ الربيع. هياخد معاه السكون، هيبقى صوته السكون حركة ضعيفة لازم يبقى قبل منها حرف. يبقى الصورة الجميلة دي صورة شعر. صورة شعر. وهي دي الحركات القصيرة لحرف العين. ويلا بينا نشوف السؤال الجميل بتاعنا، والسؤال بيقول حدد عدد أصوات الكلمة. يعني أنا عايزة أشوف الكلمة بتاعتي فيها كام صوت يا ترى؟ اقرأ معايا كده وشوف كده، هي الصورة دي صورة إيه؟ عسل. صورة عسل. يعني أنا قلت إيه؟ عا س ل. لا. يعني في كام صوت في الكلمة؟ تلات أصوات، عشان كده حطيت كام دائرة؟ ثلاثة. أدي واحد، أدي اثنان، أدي ثلاثة. والسؤال كان بيقول إيه فكريني؟ حدد عدد أصوات الكلمة، يعني الكلمة فيها كام صوت، وأنت عارف ان الحرف احط عليه حركة هيديني صوت. الصورة الجميلة دي صورة شعر. صورة شعر. طب انا ممكن اعملها بالسقفة كمان، ها؟ شعر. يعني فيها كام صوت؟ ثلاثة. هحط كام دائرة؟ ثلاثة. برافو عليكي. والسؤال بتاعنا بيقول حدد عدد اصوات الكلمة، الصورة الجميلة دي صورة عش. صورة عش. فيها كام صوت يا ترى؟ عش. يبقى اثنان. هحط كام دائرة يا ترى؟ اثنان. برافو عليكي شطورة، احسنتي. ودلوقتي جه ميعادنا مع سؤال المتفوقين، والسؤال بيقول ايه؟ اختر الصورة المناسبة. ومستنية الاجابة في التعليقات. وشكرا يا اصدقائي، مع السلامة.